أيها الإخوة المواطنون، ويدخل الآن حضرة صاحب الجلالة إلى المنصة الرئيسية ويصفق الجمهور. أيها الإخوة المواطنون، وتسير الفرق الموسيقية سيرا بطيئا من اليسار حيث تجمعت، تسير نحو المنصة الرئيسية. لتؤدي تحيتها لجلالة السلطان قابوس المعظم. Thank you.
أيها الإخوة المواطنون، وبعد أن وصلت الفرق الموسيقية إلى آخر الميدان في الجهة اليمنى، تعود الآن إلى يسار المنصة الرئيسية في خطى سريعة. Thank you.
يتقدم الطابور العقيد صالح إبراهيم قائد طابور العرض، وهنالك وكيل قوة طابور العرض الوكيل الأول سهيل، سهيل فرج حسن الثعار، حضرة صاحب الجلالة يرد التحية لقواته المسلحة، حيث تقدمت من المنصة الرئيسية مجموعتان من لواء الحرس السلطاني. وتصل الآن مجموعة من كتيبة مسقط. كتيبة الحدود الشمالية، ومجموعة من كتيبة الصحراء، فكتيبة الجبل، كتيبة ساحل عمان، ومدفعية سلطان عمان، وكتيبة دبابات سلطان عمان، وكتيبة مظلات عمان، قوة الحدود، ثم كتيبة جنوب عمان، فكتيبة الحدود الغربية، ثم قوات الفرق، وقوة أمن مسندم التي تشارك في الاستعراض لأول مرة، وسلاح سلطان عمان الجوي، وقوات سلطان عمان البحرية، فشرطة عمان السلطانية ومنها مجموعتان، وأخيرا قوة السلطان الخاصة. كل هذه المجموعات أيها الإخوة المواطنون تعطي مؤشرات عن مدى فاعلية الجيش العماني وعن التدريب والتفوق العسكري الذي تمتاز به القوات المسلحة. وبعد قليل أيها الإخوة ستمر فرقة الخيالة، الفرقة الموسيقية، وفرسان من الحرس السلطاني وشرطة عمان السلطانية،
وتسير الآن تشكيلة من الفرسان يمتطون الخيل وهم يمثلون فرقة الموسيقى السلطانية الخيالة وفرقة من الحرس. الفرسان من الحرس والشرطة أيها الإخوة المواطنون، ومرة أخرى شهادة صادقة خالصة لوجه الله نؤديها للتاريخ ونحن نقف على عتباته وننحني بإجلال أمام هذا الشموخ المتطاول من الإنجاز الهائل. نؤديها في محفل الأيام لتكون للأجيال المتعاقبة عونا على استقراء أحداث التاريخ والحكم على صانعي أحداثه بموضوعية العالم وبشرف الرجولة وأخلاقها. إننا بصدق الضمير وبنقاء الطوية وبنزاهة الرأي وعدالة القاضي نوضح هذه الملامح في صورة أصيلة للمسيرة الخالدة الظافرة بإذن الله. والكلمة أيها الإخوة للتاريخ يقولها بلا مراء ولا مواربة، بلا لف ولا دوران، بكل صدق وموضوعية وحق ووفاء سيسطر التاريخ بهذا العصر الذهبي ولصانعه وبانيه يسطر له أحرفا من نور على سفر التاريخ. Thank you.
أيها الإخوة المواطنون في كل مكان، وقد انتهى التشكيل من الخيالة وخرج من ميدان الاستعراض. يقوم سمو سيد ثويني بن شهاب بتقديم هدية لجلالة السلطان المعظم نيابة عن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني وعن الشعب العماني كافة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمانك يا قابوسنا منبع جرى سلاما وإخلاصا وحبا مطهرا، يحييك أبطال ملأت قلوبهم جلالا وإكبارا وعزا ومفخرا. أدر طرفك السامي ترى الأرض والسماء رجالا كراما لا ثريا ولا ثرى، جموع توالى شيبها وشبابها لرؤية نور من سما العز أسفرا. جموع توالى شيبها وشبابها لرؤية نور من سما العز أسفرا، أتوك على ضوء الهدى ليجددوا ولاء الوفا، فابقى الزعيم المظفرا. واصل على درب الجهاد مسيرة قصدت بها أفقا من الخير أنورا، يحوطك لطف الله حيث تيممت خطاك وشعب حبه ليس مفترا. نرى فيك إنسانا عظيما تجمعت صفات العلا في شخصه فتصدرا، فواصل رعاك الله سعيك إننا وراءك جند لا نرى غير ما ترى. فواصل رعاك الله سعيك إننا وراءك جند لا نرى غير ما ترى، علينا الوفا والصدق والبذل والعطاء بإرشادك السمح الذي ما تهورا. علينا الوفا والصدق والبذل والعطاء بإرشادك السمح الذي ما تهورا، كفاك فخارا جبر هيكل أمة تكسر من أمجادها ما تكسرا. أعدت لنا الوزن الثقيل الذي به عرفنا قديما قبل كسرى وقيصرا. سيذكرك التاريخ بالفضل كلما تصفح سفر الخالدين المحبرا، قلوب الورى يا أيها المصلح الفتى تعيد بك الأمجاد أن تتعثرا. تناديك بعد الله إذ أنت بعده لها أمل يعلو على من تجبرا، تكاثرت الآمال فيك فلم تخب لكثرتها إذ كنت للخير مصدرا. تشبث قوم بالسياسة واشتقوا بها وأذاقوها الشقاء مكررا، أصيبت بهم أوطانهم وشعوبهم عفى الله عمن جد منهم وشمرا. أصيبت بهم أوطانهم وشعوبهم عفى الله عمن جد منهم وشمرا، تناقضت الآراء فيهم فأصبحت مواطنهم للاختلاف معسكرا. وأنت رعاك الله تمضي موفقا بعقل تولاه الهدى فتبصرا، ثبت ثبات المؤمن الحازم الذي يمد إلى العلياء زندا مشمرا. جزيت الرضا عما صنعت فإنه سيبقى على تاج المكارم جوهرا. زعيم العلا زعيم العلا، إن العلا منك ترتجي عطاء يعيد الكون روضا معطرا. جنودك بسم الله نحن فسر بنا لنجعل دين الله دينا موقرا. ربينا على توجيه هديك منذ أن بعثت لهذا الشعب كي يتحررا، نحس بشوق للجهاد لأننا خلقنا له كي لا يرى العدل منكرا.
وما نحن إلا أمة عربية بها جاز للتاريخ أن يتحضر. سنصمد في وجه الحوادث قلعة يشيد عليها الله للحق من برا. سنصمد في وجه الحوادث قلعة يشيد عليها الله للحق من برا، ونمضي على النهج الذي خطه لنا نبي الهدى كي لا نضل ونخسرا. زعيم العلا هذه عمان، زعيم العلا هذه عمان بأسرها تناديك يا قابوس نصرا مؤزرا. زعيم العلا هذه عمان بأسرها تردد يا قابوس نصرا مؤزرا. وحييت منا بالجلال فإنه تراثك يا أبا الدهر أن يتغيرا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستؤدي هذا النداء الله الوطن السلطان، وستمر بعد قليل في جوها الميدان. السلام السلطاني. تمر في الأجواء طائرة جاكوار وهنتر من سلاح سلطان عمان الجوي. وتأتي بعد ذلك طائرات هليكوبتر، إحداها تحمل علمنا الغالي علم عمان يرفرف خفاقا في السماء. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة المواطنون في كل مكان، لقد كان هذا اللقاء اللقاء التاريخي الذي تسعد به عمان في مثل هذه المناسبة وفي مثل هذا اليوم من كل عام. ويغادر الآن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم